ونحن اليوم مع نموذج اللعان، حد اللعان. واللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، وهذا أمر صعب جدا وليس من سهولة المكان. والصورة لم تغفل حتى عن هذه الحالة النادرة، لأنه لا ينبغي لأهل النور الذين يسلكون طريق العفاف ويحملون رسالة النور إلى البشرية أن يكون عندهم قلق، أو أن يأكل الظن قلوبهم، أو أن يأكل الشك علاقتهم، أو أن يفسدها. فوضع القرآن له حدا. ولكن قبل أن نتحدث أولا عن الحد، الأول نسمع الآية حتى ندرك في أي مجال نتحدث وتحت أي مسمى نتكلم. نحن نتحدث عن حد وضعته سورة النور للسالكين على هذا الطريق، فقالت لمن تعرض لهذا، عافى الله تعالى الأمة منه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والذين يرمون أزواجهم على استثنائية، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، هو يشهد إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طب هو هذا قولهم، أما هي فالله تعالى قال عنها ويدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أولا في الادعاء، الإسلام لم يفرق بين الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة، فهنا على السواء. هي تشهد أربع شهادات والخامسة أن غضب الله عليها، وهو يشهد أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه. إذن ففي هذه الحالة الخاصة داخل البيت كله معتبر في مساواة وفي مسؤولية مشتركة. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل الحكم، كيف نصل إلى هذه الحالة في البيوت؟ الشك كيف ينمو في البيوت؟ ولماذا يدخل إلى هذه البيوت؟ وكيف حمت سورة النور البيوت من الوقوع في هذه المشكلة الكبيرة والفتنة العظيمة التي تعصف بالبيوت وتهدمها؟ لذا تعالوا بنا ننظر كيف تعامل الإسلام في حماية الأسرة قبل أن تسقط في هذا المستنقع. أولا، من وسائل الحماية من السقوط في هذه المشكلة، أولا أن يحسن الإنسان الظن. الرجل يحسن الظن بزوجته والزوجة تحسن الظن بزوجها، فالأصل البراءة يا إخواني وليس التهم، الأصل السلامة، الأصل العفة. فحسن الظن بالمؤمنين بصفة عامة وحسن الظن بالزوجة. بل إذا جاءه ظن أو شك لا يسير خلفه ليحقق، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظننت فلا تحقق، ما تبحث عن عورة. هذا فالأصل البراءة في المسلمين والمسلمات. ثم الأمر الثاني أن يتجنب وسائل التجسس. فإذا كان الأمر ولا تجسسوا أمر عام للناس جميعا، فهو مطلوب مع الزوج مع زوجته، مش يتجسس يشوفها بتسمع مين أو تتجسس عليه، تتجسس على تليفونه وهو يتجسس على تليفونها، دي ما تبقاش حياة. إذا نزعت الثقة من العلاقة بين الزوجين تبقى كارثة كبيرة جدا. لذلك لازم ندرك أنه لا ينبغي أبدا أن نقع في هذا. الرجل لا يتسلل على زوجته، شوفها بتتكلم بتقول لي لصاحبتها، يشوف باسورد بتاع تليفونها يقعد يقلب فيه، وهي تشوف باسورد بتاع تليفونه وتقعد تقلب فيه، وكل واحد يبحث عن وراء صاحبه ليبحث عن عورة هنا أو إشكالية هناك. هي لها صاحبات بتكلم معهم، قد يكون لهم كلمات مع بعض، قد يكون لهم صور مع بعض، ما ينفعش تتجسس على تليفونها. وهو له أصحاب وله أعمال، ما ينفعش تتجسس على تليفونه. إذا لم تكن هناك ثقة وفتحنا باب الشك لن يستقر البيت ولن تستقيم الحياة. إحنا بنبحث عن المشكلة، بنبحث عن سوء الظن، بنبحث عن ما يعكر الحياة.
أصل بتقصد كذا، أصل تقصدي كذا، ونعكر الحياة من سوء الظن. وربنا نهانا عن الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، لا يجوز هذا. فنمنع التجسس ونمنع سوء الظن. والأصل في المسلمين البراءة وليس التهمة، هذا أمر مهم جدا. أيضا مما يستفاد به في هذه الأمور أن نقي الأسرة الوقوع في الشكوك. ومن ذلك أن بعض الناس تاريخه فيه إشكالات، بعض الرجالة عنده كان عنده إشكالات في حياته، كانت عنده مغامرات، كانت عنده معاصي وقع فيها، فجزء كبير من النوعية هذه بيشك في كل حاجة بتعملها، بيظن أن النساء كلهم زي النساء اللي اتعامل معاهم، فبيبقى عنده شك مستمر. هذا أولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويدرك أن مش كل الناس زي النوعيات اللي كان بيتعامل معاها، وأنه لما راح طلب مراته طلبها من أهلها بعقد شرعي بمواصفات شرعية والأصل فيها البراءة، فلا يسحب ما كان عنده على زوجته وعلى أهل بيته، لأنه كده هيعيش في غم مستمر وهم مستمر. وبالتالي ما ينفعش نجيب التجارب القديمة ونفسد بها الحياة. حتى الزوجة كانت مخطوبة قبل كده أو كانت متزوجة قبل كده، الأصل إن هي ما بتحكيش لجوزها عن إشكالاتها أو بعض مغامراتها أو أي حاجة تعرضت ليها في هذا الجانب الماضي، فالأصل أنها خلاص يعني يغلق هذا الباب. لكن إن كانت في حاجة معروفة زي خطبة مثلا أو زواج، يبقى عارف إن حصل خطبة أو زواج، لكن تفاصيل ذلك لازم تغلق، مش من الصراحة إنها تتفتح أو نتكلم فيها تاني أو تتفتح تاني للنقاش، لازم يغلق هذا الباب تماما. هو يغلق الباب عن مكان وهي تغلق الباب عن مكان، لم يرضوا إنهم يتجوزوا، فلابد من إغلاق كل الملفات القديمة. البحث في الملفات القديمة ينشئ أنواعا من الشك ومن الظن تفسد الحياة وتدخل الفحشاء إلى البيوت وتدخل الظنون إلى البيوت.